بين فريق يمثل قاريك يا مريم على كأس الأحكام، لكنها في أحضان الحارس أنس الزنيتي. الغنام بعودة للوراء، سيكو مباراة كبيرة لكن مفهومة، مكروهة خطأ من الدفاع، استعادها بروزوب طويلة داخل المنطقة باتجاه رونالدو، حبها الطائر لم تأتي على الميعاد، طويلة باتجاه تاليسكا سهلة بعد ذلك في يد الحارس أنس الزنيتي. لمسة في وسط الميدان، محاولة ضاعت الكرة بين زريدة، بولك سود في اللقطة الماضية استعادها بروزوفيتش إلى تاليس. زين رحيب يعود حتى للخلف في هذه الدقائق لمساندة الزملاء. الكرة تعود مرة أخرى، حلوة من رونالدو أمام أكثر من لاعب، تمريرة لكن فيها تغطية وتدخل، عودة من جانبي يلعب كرة عرضية لكن الدفاع تدخل، تعود الكرة لعناصر الرجاء. بولك سوت يحاول على جهة اليسار، صراع بدني وبعد ذلك الكرة في الأخير في المباريات الماضية. الكرة تصل على جهة اليسار، محمود بن تايك أول تهديد لمصلحة الرجاء، البحث من جانبي بولك سوت في الجهة اليسرى، العرضية داخل المنطقة خطيرة وفرصة لكن الإبعاد مالية تدخل كبيرة باتجاه تاليسكا. تاليسكا إلى فوفانا، سيكو يبحث عن الحلول، عودة بعد ذلك لخيبري، خيبري بلمسة إلى تيريس، مجموعة من التمريرات النصروية، رونالدو تمريرة طويلة، الاعتماد على المرتدات بالنسبة لعناصر الرجاء، أقرب الكرة مادو أمام حسين رحيمي وفي الأخير أم الكرة لمصلحة النصر. محاولة لمصلحة الرجاء في هذه الأثناء، تمريرة في الجهة اليسرى، بن تايك محمود يصل الكرة، يلقى كرة بالخطأ تصل مرة أخرى لمصلحة الرجاء، رحيم بتسديدة لكنها تصطدم في خيبري، الكرة تبقى لبوزوم، كرة تصل على جهة الليلة إلى ركلة مرمى في اللقطة الماضية، الفرصة اللي كانت متاحة لمصلحة الفريق البهية وسط أجوائها إلى غيوبها. اقترب الرجاء في هذه الأثناء، لمسة لكن فيها تغطية تدخل وبعد ذلك تحولت الكرة، الشرارة الأولى كرة عرضية خطيرة بالرأس، خطيرة جدا مستوى الخط الهجومي للنصر، كرة باتجاه تاليسكا مار، تاليسكا مار، تاليسكا مار، تاليسكا تمويه، تاليسكا تحضير لرونالدو، كرة يا إلهي، روعة 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 يا كريستيانو، يا سلام على لقطة، على مهارة، على فن، على متعة، على كورة، على لمسة، على سحر، على مهارة، على كريستيانو، كريستيانو يضرب الهدف الأول في هذه القمة بروعة كبيرة. تاليسكا صاحب كل شيء في هذه الكورة، الكنترول، المهارة، اللمسة، التمريرة، كريستيانو موعد مع الأهداف، موعد مع الفرحة، موعد مع التألق، هذه المرة باليسرى في الزاوية اليسرى، رونالدو وفيا لأنصاره، رونالدو وفيا لأهدافه، رونالدو يعرف كل سنتيمتر في المرمى، يتغير الخصوم والأندية المنافسة لكن رونالدو يبقى وفيا لأرقامه الكبيرة، هدف جديد في بطولة أخرى، في لمسة رائعة، في ضربة جميلة لكريستيانو رونالدو، وما أدراك ما رونالدو. الكرة طويلة نحو القائم الأول خطيرة لكنها مرت من الجميع بدون أي متابعة في التمريرات، وكرة خطيرة باتجاه رونالدو لكن الدفاع يتدخل. حلو اللقطة الماضية بين تاليسكا فوفانا وساديو ماني، الكرة فيها تعقازي طويلة خلف المدافعين خطيرة، ولكن أيضا عقيدي يخرج من مرماه وبعد ذلك إلى رمية جانبية على ركن الصراوي في هذه الأثناء، لكن التغطية بعد ذلك إلى رمية جانبية. أول مباراة رسمية بقميص النصر بالنسبة لساديو ماني، وساديو ماني طبعا في بداية مشوار مع نادي جديد، بيئة جديدة، وضعية مختلفة شوي، يحتاج إلى بعض الوقت ليدخل في المجموعة بشكل أكبر عكس بروزوفيتش. جانب استطال الغنام في مكان خطير عند المساحة، مر الغنام بتسديد كرة، يا ولد يا ولد يا غنام، الثاني للنصر بروعة كبيرة، هدف جميل جدا يا نصر بروعة روعة روعة. الظهير الأيمن مهاجم في هذه اللقطة، قلنا الرائعة والنهاية الجميلة بكنترول، شوفها مرة أخرى، الكرة اللي كانت من خيبري خلف المدافعين، الاندفاع للرجاء، ترك المساحات، اللمسة والتسديدة والروعة من ظهير أيمن بمواصفات هجومية، سلطان يسجل الثاني للنصر، العالمي يضيف الثاني في هذه القمة العربية في مرمى الرجاء، بروعة كبيرة للظهير الأيمن، بروعة كبيرة للظهير بمواصفات، إلى ساديو مرة أخرى،
ماني يحاول بناء الهجمة. سيكو فوفانا في لكنك رمادو صراع الكرة يكسب مادو على سير رحيبي. خطأ في اللقطة الماضية. تسجيل رمية تارب. أي مباراة لأنه لم يتم تسجيلها بشكل رسمي بسبب عقوبة على الرجاء. تيرز مر لكنها طالت عليه. وكريستيانو بكرة لكن الحارس يتألق في ردها. تسلل على كريستيانو. تسلل في راس على ساديو ماني. المساحات والمهارات عند النصراوية والمساحات عند الرجاء. كرة عرضية خطيرة لكن الدفاع ركنية. محاولة نصراوية على تنفيذها أليكس. تيريز على تنفيذ هذه الركنية لمساعدة النصر. النصر ينشد ثلاثية في شوط واحد. كرة عرضية لكن الدفاع تدخل. ابعاد من جانب عناصر الرجاء ثم بروزوفيتش يأمن على الكرة. ولمسات بين عناصر الرجاء في هذه الأثناء بالكعب لكنها بدون تركيز. كرة بولكسود سهلة من مادو إلى حارس مرمى العقيدي. تيريز يبحث عن كرة عرضية أخرى داخل المنطقة بالراس. مروة كبيرة فوفانا والثالث يا نصر. الله الله الله. أي متعة. أي كرة. أي عرضية يا تيريز. الضربة الرأسية أسمر يا أسمراني. جميلة جميلة من فوفانا. روعة يا نصر روعة. روعة يا نصر روعة. كرة يا نصر. فن يا نصر. سحر يا نصر. عالمي يا نصر. الله الضربة يا فوفانا تيريز. جميلة 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 جميلة. فاتنة هذه العرضية. فوفانا البحث من جانب الرجاء. التغطية والتدخل وبعد ذلك بالنسبة للرجاء. الكرة العرضية لكن التغطية من جانب تيريز. تيريز اللي عنده عمل كبير جدا في مباراة الليلة. الكرة عند رحيمي. رحيمي على جهة اليمين. رحيمي مرور جميل من جانب عبد الصمد بدوي بكرة عرضية لكنها بعد ذلك سهلة في يدي نواف العقيدي. حلوة حلوة على جهة اليمين بتجاهل زريدة. محاولة رجائية خطيرة. هدف الرجاء. مروعة كبيرة كان العمل الفني ولكن النهاية كانت موسفة للنصراوية من مادو. عمل رائع على الرجاء في اللقطة الماضية. الشيء اللي راهن عليه الرجاء في مباراة الليلة الأداء الجماعي بعد عمل كبير في اللقطة الماضية. هفوة قاتلة في اللقاء الماضي. لجامي سجل في مرمى. هفوة قاتلة في مباراة الليلة. مادو سجل في مرمى. النصر بأخطاء فردية دفاعية لكن هذا لا يقلل على العمل الكبير. ماني مرور جميل من جانب ساديو. يلعب كرة أمامية باتجاه كريستيانو. مرت عادت بعد ذلك إلى جانب رونالدو. ساديو ماني مع بروزوفيتش ولكن تغطية والتدخل في اللحظة الأخيرة. محمد زريدة عنده مساحة وانطلاقة خطيرة لمصاعد الرجاء. زريدة يحاول التمرير لكن التغطية أمام. تأكيد أننا سننتظر أيضا مزيد من العطاء الرائع من الجانبين. كريستيانو ساديو ماني رونالدو. أشياء كثيرة موجودة عند كريستيانو. يقاتل على كورة من أجل الوصول إلى هدف. طبعا رونالدو يحب الفوز بال... محاول الرجاء بكرة عرضية داخل المنطقة لكنها تبعد من جانب مادو. في الأخير تحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية. بدأوا يلعب كرة. محاولة لمساعدة الرجاء داخل المنطقة لكنها صعبة وبعيدة. في الأخير تحولت إلى ركنية على ما يبدو مع بروزوفيتش في الكرة الأخيرة. شوفها مرة أخرى لمساعدة الرجاء. نعم لمست الكرة في بروزو اللي أخرجها بعد ذلك إلى ركنية. ونحن على ميدان معقاسي. لمسة إلى إسماعيل. قدم في هذه الأثناء يلعب كرة لكن أيضا صعبة. وفي الأخير إلى رمية زريدة. زريدة في مكان خطير. كرة عرضية لكن التأمين والإبعاد بعد ذلك من لاتامي والتدخل إلى رمية جانبية. رمية جانبية لزريدة. محمد زريدة قدم بلمسة تعود الوراء. أولو بالكعب الجانبي الوردي. نصر إلى زريدة. محاولة للرجاء بشكل رائع في الجهة اليسرى خطيرة داخل المنطقة بكرة عرضية لكن فيها تغطية. أجواء جماهيرية كبيرة لمصار الرجاء في هذه الأثناء. خلف الرجاء في كل مكان بالنسبة لأنصار نادي. فرصة
فرصه وامل في هذه المسابقه مع هذه الركنيه اللي تنفذ عرضيه، لكن الابعاد الجانبي رونالدو. تدخل كريستيانو بولكسوت، نوفل بالكعب، لمسه لكنها بعيده اقرب لي. مجموعه من التمريرات لمصلحه الرجاء، خطيره على حدود منطقه الجزاء، وتسديده خطيره للرجاء على مرتين. تالق العقيدي، وحش العقيدي، وحش العقيدي. كرة حلوة 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 لمصلحة ياولو، بعمل كبير جدا في الأقرب. حلوة اللقطة الماضية من جانب الروجي، أولو على أعتاب المرمى، رد فعل على مرتين، تصدي في محاولتين لنواف العقيدي. ممتازة اللقطة الأخيرة وعمل كبير من الحارس، ولكن أيضا اختراق كان في منتهى الروعة لبدني. خيبر يتدخل، يبعد الكرة بدون تركيز، يستعيدها الرجاء بجهة اليمين بكرة عرضية. بروزوفيتش باتجاه عبد المجيد صليهم، ولمسة لرونالدو، لكنها بعد ذلك عدى. طلب الكرة كان من رونالدو في المساحة، انتظار كان تاليسكا في الكرة لمصعتي التنس. عرضية فيها تغطية، تعود بعد ذلك إلى بروزوفيتش، تمريرة للوراء أقرب إلى سلطان منام، تأمينها صليهم اليمين لمصعد الرجاء، عرضية داخل منطقة خطيرة وفرصة للرجاء، ولكنها مرت من الجميع في منتهى الروعة. الكرة الأخيرة، عمل كبير جدا لمصعد الرجاء لكنها لم تكتمل، كان عندهم مشكلة على مستوى الخط الهجومي. الفرصة واللمسة الأخيرة ناقصة عند الفريق الآخر. ساديو ماني في بدلاء المصول على الشيء، مرور جميل بجهة اليمين، خطيرة داخل منطقة عرضية وفرصة، لكن الإبعاد من الدفاع وتسديدة صدمت، وفي الأخير خطأ احتسب حكم المباراة بوجود لمسة يد على هجوم الرجاء في اللقطة الماضية. يا رائعة من جانب سلطان غنام، مشروع مرتدة مصراوية، طلب الكرة من كريستيانو. الغنام يحاول التمرير، وغريب تصل إلى كريستيانو، تمويه كريستيانو، تمويه كريستيانو، تسديد يا إلهي في صدارة الهدافين مع الخريس. شوفها من كريستيانو، لم يكن متسلل، مهارة أولى، تمويه ثاني، تسديد باليسرى، كرة وبعد ذلك فيها تغطية وتدخل نعم تسلل في اللقطة الماضية. في الأصل كان هناك تسلل، اللون العالمي، شعار النصر، أجواء النصر، فرحة الجماهير النصر، وبانطلاقة موسم جديد يريدون على جهة اليمين. نصراوي العليوي يبحث عن المرور، التمرير او الكره العرضيه. الحسن احد البدلاء، سلطان بالكعب باتجاه بروزو، سلطان غنام، لكن الكره بعيده عنه واقرب لدفاع. والعرضيه داخل المنطقه وتغطيه من جانب الدفاع، قدم يتدخل امام غريب وامام رونالدو. كرة الخطيره، كونان عرضيه تصل اليه، طويلة الكرة أمامية لمصلحة الرجاء الآن في هذه الأثناء، بلمسة فيها تسلل على ملك سلمان الأندية العربية. طويلة الكرة عرضية، لكن الدفاع تدخل. غريب بعد ذلك نقول يودعها، لأنه الدقائق 90 انتهت، ننتظر في وقت بدل ضائع من أحداث هذه. رونالدو، رونالدو بلمسة باتجاه الحسن، تحرك بجانب العليوة على جهة اليمين. الفرصة نصراوية، تمويه، تمرير، انطلاقة، هجوم، محاولة، لمسة، تصل بعد ذلك إلى غريب، انتظر الكرة لكنام، انتظار لكريستيانو في الجهة الأخرى، كرة عرضية، دفاع تدخل، وبعد ذلك إبعاد على مرتين، خطأ احتسب الملك سلمان الأندية العربية. واللقطة الأخيرة، واللقطة الأخيرة، واللقطة الأخيرة، عليها تسديدة لكنها في يد الحارس على مرتين. اللقطة الأخيرة لم تكتمل، الفرصة الأخيرة لشيء العالمي في نصف النهائي بقيادة الأسطورة كريستيانو. النصر والشرطة العراقي في نصف نهائي كأس النصر في أبها، يحسم الأمور أمام الرجاء الأفريقي، ينتهي كل شيء سيداتي وسادتي عند هذه الوحية، عند هذه النتيجة. النصر والرجاء لقاء ينتهي، مهمة، ينتهي هذا اللقاء إذن.